ايه اللي عملته في نفسك ده؟ عادي، كان نفسي اجرب. وجربت؟ اه، وكان لازم اعمل كده. ما فكرتش في كل التعب اللي هتتعبه والبهدلة اللي هتتبهدلها ووجع القلب؟ انت ليه تعمل في نفسك كده؟ فكرت عادي في كل اللي انت بتقوله ده، لكن لقيت نفسي مستريح وانا ماشي في السكة دي. وبعدين في ايه اصلا في الدنيا ما فيهوش تعب ووجع دماغ؟ لسه جوه؟ اه ده مطول قوي. انا تعبت وقرفت منك يا ابني وخلاص، مش عارف اقنعك ازاي. هو انا كده مبسوط كده يا اخي، دماغي مودياني للحته دي، انا حاسس ان انا بستفاد ولما اخرج بره هبقى فاهم. ايه المشكله يعني؟ دماغي فيها وانا فرحانه يا اخي. بعدين ايه جو خاف الاسوار اللي انت عامله لي ده اصلا؟ قط تمام يا جماعه، اللي بعده.